هنفرح هنفرح كلنا إن شاء الله مع صفارة الحكم، كلنا هنهيص وننزل الشوارع ونفرح بإذن الله. الشعب المصري يفرح بقى بإذن الله، وصلنا نهائي أفريقيا وما فرحناش، إن شاء الله هنفرح. الشعب الجزائري يستحق الفرحة، وقف بجانب الماضي والمنتخب في بطولة أفريقيا ودعم المنتخب بتاعه. الشعب التونسي الجميل غيروا المدرب منذ الكبير عشان عايزين يفرحوا ويوصلوا كأس العالم، بإذن الله هيوصلوا. المغرب البلد اللي زرتها أكتر من مرة يستحق الفرحة والله. وأخيرا الدنيا لو جرحة لونها لون فرحة، إن شاء الله هنفرح كلنا ونبارك لبعض ونهني بعض مع صفارة الحكم. بس عايزين اللعيبة تعمل اللي عليها، تتعب وتجتهد ويكونوا رجالة، وهنفرح، أنا متأكد هنفرح إن شاء الله. أخيرا اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو. شكرا.